السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à toutes et à tous. Inch'Allah, tkounou bkhir. Nous allons résoudre la vidéo هذه l'exercice qui porte sur le théorème de Zakharov-Smoofini. نبدأ avec la première. عندنا ln واحد زائد x inférieur à x. Bon, لهنا واش معناها؟ معناها نحاول نحوشو حنايا على العبارة تاع f de b مو f de a. عندنا la fonction هذه كون نعوض لهنا لو x تاعي بالزيرو تجيني من شكل ln واحد زائد x ناقص ln واحد ناقص x معناه باردون ln واحد زائد x ناقص ln واحد زائد زيرو. معناه نقدر نقول هذه هي f دو b وهذه هي f دو a. ولا هنا يجيونا دو كا. لو برومي كا انو نخيرو لا فونكسيون تاعنا هي ln واحد زائد x، معناها لو x تاعي لهنا هو اللي راح يتبدل، سوا يكون x سوا يكون زيرو. دونك الانترفال هو زيرو x اللي راح تكون لا فونكسيون تاعنا كونتينيو عليه، ورايحة تكون تاني ديريفاب على المجال المفتوح. دونك دابري لو تيورام دي زاكروس مونفيني il existe c qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que ويحقق لي la relation هادي f' de c égale à f de x moins f de 0 sur x moins 0. رانا خدمنا بالانترفال f de x هي عندنا العبارة تاعها f de 0 نعوضو x بالزيرو راح نلقاو ln واحد وتساوي 0 sur x moins 0 اللي هي x. دونك هادي لا بارتي الاولى. نروحو دركا نديرو المشتقة. عندنا f de x égale ln واحد زائد x، كي نشقوها ونعوضو فيها c راح نلقاو لا فورم هادي فينال. دركا واش نديرو؟ على بالنا بلي لو c راهو محصور اونتر 0 و x، نروحو نبنيو المشتقة ونشوفوها وين راهي محصورة. المشتقة بيان سور للعدد c مش لي x. لو c راهو اونتر 0 و x هاو كيما لهنا في التيوريم، نزيدو لو ا على الاطراف كامل. رانا قاعدين نبنيو في المشتقة، بعدا نديرو لها المقلوب تولي لي من الشكل هذا. واحد على واحد زايد إكس هي نفسها العبارة هذه اللي كاينة، نولي هذه نعوضها هنا واش تجيني. دونك ألان واحد زايد إكس سور إكس راهي محصورة بين الواحد والواحد على إكس زايد واحد، وأن لابارتي هذه برك هي اللي تمني، باسكو من بعد نولي الإكس هذا ننقلو منها رايحين نلقاو ألان واحد زايد إكس أصغر تماما من إكس بور إكس أكبر من أو يساوي صفر. هادي قلنا بالنسبة لو بروميي كا. نروحو لو دوزيام كا وين نهزو لا فونكسيون تاعنا على شكل ln x برك، ما نهزوهاش ln واحد زائد x. لهنا الانترفال راح يتبدل تولي لي هادي كامل هي ال b وهادي كامل هي ال a، معناها الانترفال اللي يولي لي يولي من واحد لواحد بلس x، وراح تكون لا فونكسيون كونتينيو ديريفابل عليه. معناها دابري لو تيورام زاكروس مونفيني عندنا il existe c qui appartient à l'intervalle 1 1 plus x tel que f' de c est égal à f de 1 plus x اللي هي f de b moins f de a اللي هو f de 1 sur b moins a. دونك لو 1 يروح مع لو 1 تبقى لي x في المقام. f de 1 اللي هي ln 1 وهي ln ln 1 يتيكال 0 تبقى لي ln 1 زائد x على x، وهذه راهي نفس العباره اللي لقيناها من قبل. نروحو دركا للمشتقه. عندنا f de x يتيكال ln de x ln x، معناها المشتقه هي 1 على x. نعوضو لو x تاعنا بالسي ونروح نديرو حصر دركا للمشتقة هذه اللي لقيناها النتيجة الأخرى. على بالنا باللي لو سي راهو محصور بين الواحد، مرة هذه مش كيما قبيل راهو محصور بين الواحد والواحد زايد إكس. نوليو نديرو المقلوب. بون لهنا جو سي با لهنا راني معاودها بركا. بون كي نديرو المقلوب راح تتعكس الحالة ونلقاو باللي أن سور سي اللي هو أف بريم دو سي واللي هو العبارة هذه أو ميم طون راهو أصغر من واحد، نعوضوها في بلاصة أن سور سي رايحين نلقاو أو فينال ln واحد زائد x أصغر من واحد لما يكون بور x is superior equal to zero. دونك سا ديبون على لا فونكسيون اللي نهزوها. كي تبدل لا فونكسيون بيان سور اوتوماتيكمون يتبدل المجال. هادي بور لا بروميير. نروحو لا دوزيام. مدولنا ارك طونجونت x، نروحو نشوفو الوحدة تاعها كيف كيف. نحوسو على f دو بي مو f دو a. ارك طونجونت x هو زيرو، ارك طونجونت x زيرو هو زيرو. سي كوم سي لهنا كامل كانوا ناقص زيرو، ولهنا كانت ناقص ارك طونجونت زيرو، ولهنا ناقص زيرو. كون جا باغ اكزومبل عندي لهنا فونكسيون اللي تنعدم عند عدد واحد اخر، نولي نخدم بالعدد هذاك. باغ اكزومبل كون جينا نخدمو على الكوسينوس، كوسينوس باغ اكزومبل لهنا كوسينوس اكس ومحصوره بين عدد وعدد، نولي نقولو كوسينوس اكس محصوره ناقص الكوسينوس بي سور دو، باسكو كوس بي سور دو راهي زيرو، والمجال يتبدل ثاني. لهنا برك طحنا لوكا للمجال f de b moins f de a معناها لو 0x. alors la fonction arc tangente est continue sur 0x est dérivable quel que soit toujours le x supérieur ou égal à 0. d'après le théorème de Zakharov-Smoofini il existe c. نتبعو نفس les étapes telles que عندنا la partie هذه f prime de c est égal à f de x اللي هي arc tangente x moins f de 0 اللي هي 0
سور اكس موان زيرو اللي هي اكس. لقينا لا بارتي الاولى، نروحو دركا نديرو المشتقه. على بالنا بلي ارك تانجونت المشتقه تاعو هي واحد على واحد زائد اكس مربع. كي نعوضو فيها سي تبلي لي واحد على واحد زائد سي مربع. نديرو حصر لسي، سي راهو محصور كي نجيو نشوفو لهنا بين زيرو والاكس، نربعوه كيما لهنا ومن بعد نزيدو له واحد وابري نديرو له المقلوب. دونك كي نديرو له المقلوب راح نلقاو بلي ان سور سي ان سور ان بلوس سي او كاري محصوره بين لي دو تيرم هادو، تعكسو بيان سور. وعلى بالنا بلي هذا هو اف بريم دو سي اللي لقيناها من قبل تساوي لنا ارك تونجونت اكس على اكس، نعوضوها هنا عوضنا. اي دونك نضربو الاطراف كامل فوا اكس، راح نلقاو بلي ارك تونجونت اكس محصور بين اكس على واحد زائد اكس مربع واصغر تماما من اكس بور اكس سوبيريور ايكال زيرو. هادي بور لا دوزيام. نروحو لا ديرنيير، عندنا ألان واحد زائد إكس ناقص ألان إكس. كيما هادي تقدر تقولو مدوها لنا ديريكتومون محصورة بين هادي وهاد الكسر. ألور لهنا هذا إف دو بي وهذا إف دو أ، لو بي تاعنا هو إكس بلوس أن إلو أ هو لو إكس، معناها إف إي كونتينيو سور لانترفال فيرمي إي ديريفابل سور لانترفال أوفير. دونك دابري لو تيورام دي زاكروسمون فيني إل إكزيست سي كي أبارتيان أ سيت انترفال أوفير لي حقق لي لا كونديسيون هادي. كي نعوضو اف بريم دو سي هو اف دو بي موا اف دو ا سير بي موا ا، نعاودو راح نلقاو لي ريزولتا تاع الان واحد زائد اكس موا الان اكس، هادي اف بريم دو سي. نروحو دركا للمشتقة، بيسك لهنا لا فونكسيون زيناها الان اكس معناها المشتقة تاعها هي ان سور اكس، نعوضو لو اكس بالسي راح نلقاو اف بريم دو سي تيكالا ان سور سي. نديرو الحصر دركا، عندنا لو سي راهو محصور بين الاكس والاكس زائد واحد، نديرو له المقلوب راح نلقاو بون كلشي يتعكس، لي دو بورن لي دو بارتي هادو يتعكسو. ونوليو نعوضو ان سور سي بالعبارة تاعنا اللي هي الان واحد زائد اكس ناقص الان اكس. دونك الان واحد زائد اكس ناقص الان اكس هي سوبيريور ان سور اكس بلس ان اي انفيريور ان سور اكس، وهادي كيما اللي لقيناها. دونك سي بون، جيسبر لهنا في لا فيديو هادي وليتو تعرفوا كيفاش تخدموا بالتيوريم زاكروسمو فيني. il faut juste trouver f de b moins f de a، ويجينا كلش سهل. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas et bon courage pour la suite. سلام.